FM. الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. سفيان خليلك باش تقدم لنا ضيفنا لليوم. ضيفنا اليوم هو الشاهد يوسف، باش ما نقولوش يوسف الشاهد، وهو تونسي أصيل جلبة، يعيش في المهجر، يعيش في فرنسا أكثر من 40 عام توا، وفي المدة الأخيرة تميز بأنه بدأ يكتب على تاريخ جلبة، تاريخ طفولته، تاريخ حياته في فرنسا، تأقلمه في المجتمع الفرنساوي، خرج وزيديشان عربيسك، نقوش عربية، وتم تقديمه نهار السبت الكتاب نتاعو هذايا ديرنيو فيي ولي تيت اون فوا هادية. سي يوسف الشاهد أو الشاهد يوسف خرج قبل دو ريسي، الأول حكاية فيه على جلبة، والكتاب هذا اسمه معناها لا ميموار بارلونت فوي دونفونس، ومن بعد خرج فوي دان ايميغري ايميغري، خاطر احنا نقولوا على يعيش البلد نقولوا سي تان ايميغري، الفرنسيس كي يحكيوا على انسان جا لفرنسا يقولوا سي تان ايميغري، فوالا ليميغراسيون تم هما وليميغراسيون تمنا احنا، وانا بيان سور كي جيو اجانب يعيشوا في تونس نسميهم ايميغري هكا في اللغه الفرنسويه. المره هذه خرج على زوجته اللي هي توفيت منذ سنوات، وهو كذلك كاتب وفي نفس الوقت ان اكسلون كونتور، وعنده موقف نقدي ياسر من الثقافه التقليديه نتاعه، وفي نفس الوقت هو مؤلف وملحن تاع بعض الاغاني تو نسمعوا واحده منها. سي الشاهد يوسف مرحبا بك. سي يوسف بيك يا عايشك، دونك ديما جلبه في القلب، وحياتك الخاصه وهاديه اللي فرقتك منذ سنوات، وهي كانت زوجتك وام اولادك وميتريس دو ميزون اكزومبلير كما تقول انت، ورفيق الدرب وصديقه. اليوم بالنسبه ليك هل انه تسكر البارنتيز نتاع التريلوجي هذه من بعد ما حكيت على الطفوله ثم الذهاب الى فرنسا والانصهار في المجتمع الفرنساوي باعتبارك من المهاجرين العمال المهاجرين، ثم كذلك تحكي على زوجتك وعشتك معها وتعرفك عليها وغيره حتى الفراق اللي كان مؤلم جدا بالنسبه لك؟ صباح الخير كل مستمعين كاب اف ام، وهذه لي عودة راهو تقبل صادف أني استقبلت في كاب اف ام. يوسف الشاهد كما قدمني أخوي سفيان، صحيح مهاجر قبل كل شيء، الانطلاقة صحيح هي من أول مرة وقت اللي هادية فارقت الحياة، ومشيت شوية للشعر وشوية الأغاني باش واحد يقول بور شاسي لا تريستيس اي لا ميلانكولي، سامحوني بون شو اوبليجي دو اكسبريمي كوم سا. بوي جات فكره الكتابه، وكتابه الكتاب الاول هو لا ميما بالون سا دير فوي دانفونس، ويحكي على طفل ما نعاش في جربه، ومن خلال ذلك اترافير سا بيان سور اون ديكوفر لا في الحياه في المجتمع الجربي في النصف الاول من القرن اللي فات بيان سور، باش نرجعوا باش نخليه كتراث للاجيال القادمه كيفاش كانت حتى المعتقدات، كيفاش كانت كان العيش في المجتمع، كيف المراه في المجتمع هذاك اللي كانت تطلق على خاطر العشاء تحرق ولا جمالها شوي ومن هذاك. ثم من بعد كنت ما كنتش الحق ناوي باش نزيد نكتب، لكن جات فكره خاطر الشاب هذاك خرج من جربه مشى لتونس، لكن جات فكره اني حطيته في البابور وخذ البابور وهاجر. من خلال ذلك نشوف المغامرات نتاعه هو الباهيه واللي مش باهيه، وطاح وتكربص وقام وقف. وفي الكتاب الثاني هي زاد فيه نوع من التيبولوجي على الهجرة الأولى والثانية اللي نسميها بيان سور، يا دي جون كي بارل اون بارل بيان دو لا بروميير اي لا دوزيام جينيراسيون كي سون جوست لو لاندومان دو لانديبوندونس، مي مانتنون سا دير بيرسونيلمون بور بارلي دو لا سانكيام اي سيزيام جينيراسيون يون اورا بلو، باسكو سا سرا كومبليتمون تدخل في المجتمع الفرنساوي ولا الاوروبي كله وين عايشة فيه. مي انا جابارتيان لا دوزيام جينيراسيون، يان اون كي ما بريسيدي وقعت une sorte, je ne suis pas spécialiste d'études, ça je laisse ça aux gens du domaine, mais je donne un aperçu, une variante, ce que j'appelle une typologie à les immigrés de l'époque, bien spécifique, madame Felwata. Ou le kinef, le kitab, d'accord, t'arrives à la tofla, ou
قالوا لي اكتب كتاب ثالث. قلت لهم انا جامش يا ترو دانتيميتي ça peut pas, je m'appelle Shahed Youssef et non pas Jean-Paul quelque chose qui peut se permettre de n'arfo chikt boulou rabawin ou al-gharb al-gharb kit bourahou. Voilà, et la première des choses, c'est que premièrement, c'était par respect à mes enfants. Mm-hmm. Bon, et, je pense que elle est derrière jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'elle est derrière moi. Elle m'a toujours poussé. On dirait qu'elle m'a toujours poussé. Comme je le dis, quand je l'ai connue, أنا كنت صغير شعري طويل وهابي كيف الجينيراسيون تاع لي زاني 70 با تيليفون شوميز فلور. كنت نعزف شويه عود ونغني ونلحن كي نجرب الحاصيل عامل جو. هادي تاريفي اي جو دي دون ليفر الا في اسيشي ما سورس دانسبيراسيون ما معاش عندي لا الحان لا كلمات لك شيء. مي بار كونتر elle a fait jaillir une nouvelle source, celle de l'amour. Maintenant, on ne va pas la culpabiliser complètement. منهم سامحني سي يوسف منهم الاغنيه هذه اللي هي من كلماتك والحانك اليك خلينا نسمعوها وبعد مواصلين في الحديث. تفضل. الراوي خلينا الراوي ملحن والديب لانك عندك شعر هذا اليك اللي كنا نسمع فيها الاغنيه هذه من كلماتك والحانك كلمات والحان كما قلت لكم بكي الا في اسيشي لا سورس دانسبيراسيون مي لا في جايا لا سورس دو لامور سي ان امور كي ا دوري 33 ans 33 ans ونحكيو عليها السورس دانسبيراسيون المغنيه اللي كانت صوتها اماني رياحي نحيوها معنا شابه صغيره موهوبه الصوت باهي معنا يلزمنا نذكروها اماني رياحي معنا اللي غنتها وانت في الكتاب هذا تحط بوكو سيتاسيون منهم واحده جبران خليل جبران مقوله يقول ما زلت أؤمن هو الكتاب الفرنسوية بالطبيعة لكن أنت تحط شكسبير تحط فيكتور هوغو تحط معناها كلود نيكولا لودوك لكن جبران يلزم يكون موجود في الكتاب فوالا جبران تقول ما زلت أؤمن أن الإنسان لا يموت دفعة واحدة وأنا ما أموت بطريقة الأجزاء كلما رحل صديق مات جزء وكلما غادرنا حبيب مات جزء وكلما قتل حلم من أحلامنا مات جزء فيأتي الموت الأكبر ليجد كل الأجزاء ميتة فيحملها يحملها ويرحل يعني الكتاب هذا فيه انتوش نوستالجيك تونا الحق جلوي انتلما كان منذ ساعات ما قريتوش كله خلين قريتهم ورفقت حتى الكتاب الأول مثال وقت عملت في فيرسيون إلكترونيك وبعثتولي وغيره من فرنسا وخليناها مع بعضنا يعني انت تعتبر انه من الكتاب هذا تحس فيه بكل دوله في العالم الكتاب اللي اون فادير الى اون دو بارتي ثم بارتي اللي هي لا سويت براتيكمون تاع لو جو ثاني كي لا ثروزيام بيرسون دو سينغولير وين سي اون ناراسيون ناكو كل شيء بعتلي وين دخلنا واللي فيها كل البارتي الاولى هي بيان سور مرحله الزواج والعيش ورغد العيش معنا سيتي لا في دو بونور بي ابري لو مالور اي تومبي ودخلنا وقتها في سي سون دي في غولاتي
مي فيهم كمام دي سوربريز وفيهم بعض حاجات. وقت دخلنا في المرحلة المأساوية نتاع الكتاب جزئين معناها هو داير هو لا سيت فاسي كيما تشوف سفيان إلي أن تروا شوز سو ليفر يا ريسي بوام اي ميوزيك خاطر حتى لي اون فادير أنا نقول جو سوي با ان فري بويت من الكلمات اللي كتبتهم اللي هو ولحنتهم باش نعرف القارئ اللي ينجم celui qui peut déchiffrer les notes هيك موجودة les notes et en même temps je laisse toujours une trace c'est pour laisser la trace ce qui fait que ça موجودة النصوص متاعي والأشعار. بالنسبة لشيئة الأقدار وكما قلت بعد 33 سنة ما لحنت لا شديت عود لا عملت لا موسيقى لا كتبت حتى ستار حتى في الفيسبوك ما كنتش ننشط. Puis en 2008, وقت اللي هادي غادرتنا كلنا معنا. Je me suis réveillé une fois à 3h du matin avec un thème musical. والله صدقوني سألت روحي قلت يا يوسف ايش قاعد تعمل. J'ai eu un air, j'ai répété deux fois, قلت يا يوسف ايش قاعد تعمل. نسيت في روحي. معناها سي يا دو بيرسوناج اون ديري يوسف والناظر. ايش تعمل؟ تبعت كملت لحن جت tout de suite اول كلمه شاءت الاقدار 3 heures 3 heures 3 3 وقتها سيتي ليبوك دانسومني راه يفو دير سيتي ان 2008 جوان 2008 ما عندهاش ميم با شهر ولا شهر ونص مني توفيت يفو دير سيباراسيون اللي تي تري دور ان 45 مينوت الاغنيه اللي سمعتوها براتيكمون لحن وشعر وكله جات وقعدت نردد فيها باش ما ننساهاش. من وقتها جت برشا أغاني وراها وكل هذه قصة شاءة الأقدار وأنت غيبي. أنا قبل الأخرين متاعك خليتهم لقيت ثم رؤية نقدية أنت كذلك للمجتمع التقليدي اللي تربيت فيه يعني تقول نقد حتى يوسف الشهد بنفسه أي معناها ثم رؤية نقدية كبيرة أي صحيح وشهادة معناها جريئة مجتمعاتنا محافظة وجربة كذلك مجتمع محافظة ذاك العقلية شلال جربة العظيمة اللي فيها زادة تقاليد كبيرة وفيها معناها جزيرة تكاد تمر عبر الأزمان وفيها لحد الآن يعني جربة كما جاء إليس كما نشوفها اليوم ما زال فيها أشياء رهيبة وعندها سحر كبيرة جدا. الموقف النقدي متاعك هذا جاء بعد ما اختلطت بالغرب كي عشت في مجتمعات أخرى أو جاء بعد العمر تركم السنوات ولا غيره؟ أون دو بارتي صحيح هو من قبل يقولوا عليه غنى يوسف ديما ينقد كي جيت لتونس ديجا بديت ننقد في الوعي في هذاك لكن جوستومون وقت اللي مشيت للغرب واكتشفت حضارات أخرى معناها واكتشفت عالم ودخلت الميدان النقد وهذا والغرب صحيح راهو سكو جو توجور دي جو ريكوني معناها جو دو على فرنسا حتى ما فورماسيون ان توت سورت با اونيكمون كولتوريل خاطر سا سي جو اوبليجي دو لدير سي كوميم كيما قلت انت راهي 47 سنه في فرنسا اكثر من اللي عشته في جربة اكثر من اللي عشته في تونس وبالنسبه لعمري انا ce qui fait que je suis redevable à ce pays, à cette nation qui a fait de moi Cheikh Youssef. Ça c'est vrai. Il faut dire la vérité. Mais Goulounesh là d'accord, on aime Tunis. A dit que Tunis m'a fait quelque chose. Bâtir un déjà. Mais il faut dire la vérité. J'ai pas honte à le dire que je suis redevable à cette nation là. Alors si je m'exprime aussi bien aujourd'hui en français ou si j'arrive à écrire quelques livres. C'est pas en restant en Tunisie que j'ai gâté au Colchain. J'aurais jamais eu si on met ça entre guillemets, réussite ou à l'aller haut. Rien que faire un ouvrage, je pense, c'est quelque chose. Ou ma d'abri, un NS Col. Raoul Kiteb, un Angoul, mais je suis Quiconque il faut toujours essayer dans la vie tout. Mais tant que si quelqu'un ne fait pas le premier pas, mais il me déchire, mais il te calme. Où est le hâte et le jambe qui fait que je n'aime pas? On arrivera, on bougera jamais, on n'avancera jamais. On peut avancer, bien sûr. Ça m'a des circonstances. Najm tkoun bahia taïsa ou saïda tjib lek l'article, l'inspiration, ou l'hia, fi mahma fikra. Mais l'écriture n'est pas exceptionnelle, ni à moi, ni aux grands auteurs. Khatran, je suis un narrateur avant tout. Je préfère ça.
malgré les trois livres, mais c'est pas dur, c'est pas. Il suffit de s'y mettre. Il suffit d'avoir la volonté. Quand on veut, on peut. C'est tout ça. بالنسبة لل طبعا ثم صناعة في فرنسا في بالك كليشي وغيره والصناعة الكبيرة لأنهم عندهم الجامعة ويصلوا البرة وفرنسيس جاءوا قالوا ليه هذا مس من معناها اللايكية الفرنسوية وشفنا جماعة من الفرن ناسيونال يعني يستفزوا في المصلين وشفنا وزير الداخلية رد متاعه معناها على واحد من الفرن ناسيونال وين قالوا لو لا لا يسيتي كما قال الستيل بريون اللي كان وزير في فرنسا في بداية القرن العشرين سي لا ليبرتي دو كواغ ونو با كواغ لا ليبرتي دو فير ونو با فير وفي الاخر توا اخر المعلومات تقول انا باش يمنعوا هذه الصلوات يعني هل انه لحد الان قضية المسلمين اللي توا كان تقرا انت بيير بورديو وش اسمه السيد اللي كتب كتاب لو ديغاسينمون يعني اول هجرة اللي بدات ماسيف من شمال افريقيا الى فرنسا عام 1910 تقريبا يعني فات القرن من الزمن هل لحد الان ما زالت مشكلة الطقوس المسلمين وصلاتهم في فرنسا وخاصة في باريس مشكلة؟ سفيان les auditeurs vont être choqués خاطر انا جي ان بوينت فيو في الحكايه هذه مالغري بطاقه تعريف الفرنسويه ولا 47 سنه جوسكا aujourd'hui et jusqu'à demain je me considérerai toujours un immigré بكره ذكر immigré احنا يعتبرونا immigré وهم الفرنسيس نتاعهم سو سون ديز اكسباتريي شفت هم بالنسبه لهم اكسباتريي اما احنا هم عندهم مفهوم لامير باتري لامير باتري ميتروبول انا جو مكونسيدير توجور هذه باش تقول لي فرنساوي لا تونسي immigré خاطر الهدف نتاعي الاولاني مشيت عام 1970 بول ايميغراسيون والبلاد هذه اللي قبلتني جي توجور ريسبكتي سي تراديسيون وقواعدها وقوانينها وانا بصراحه صراحه نقولها جو شوكري انا ضد بيرسونيلمون خاطر سا ديغراد ليماج دو ليميغري وسا ديغراد ليماج دو مسلمان وقت نجيو نستولاو على تروتوارات ونعطلوا حتى حركه المرور هذا مش كليشي انا نشوف فيها حتى في اوبير فيديي ويجيو معناها في دي تروتوار وتفرش حصر وتسكر معناها حتى تعطل حركه المرور وكل ابري تو Je dois dire que le français, bien sûr, on va me dire qu'il y a des français musulmans, mais je parle globalement. Le français, il est bien chez lui. Mais je veux dire, on a dit que le blé de Kablatna, Raoul, Kul Tounsi. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, ما عندهمش جامع دونك يفوت لي ميور. اما يا دي موسكي تو كي تشوف جون فيليي عنده اون كروند موسكي بارتو انا في على 500 متر من داري ثم مسجد موجودين في كل بس مانيش ضد الواحد اما ماذا بي انا شخصيا نقول لهم سي نو با توشي نو با ديغرادي ليماج دو ليميغري ما نخليش نستفز الفرنساوي ولا الاوروبي باش يقول لك معناها يقول لك شوف اش عاملين المسلمين ولو هو مش كان عرب بشرطه توانسه ولا هو مسلمين احنا نحكيو على مسلمين ينجموا يكونوا اسيويين وثاني حاجه المهاجر ماذا بينا نحافظ له على ليماج نتاعو يفو با نخليه يقع كروفولمون دو لا سوسيتي فرونسيز ولا اوروبيان راهو نفس المشكل تاع الجوامع موجود في المانيا وفي هولندا وفي غيره كي يي با دو فولمون باش ما نقعدوش منعوتين بالصباع احنا لازمنا نحترموا الواحد ونحترموا الفرنسيس باش يحترمونا دونك لا يفو لو ايتر معناها اون لور دو لو ريسبي اي ريسبي ا سو باي داكوي فو با اوبليي كو سي ان باي داكوي كو ني لا با او ايور ولا اللي هو سي ان باي داكوي التونسي يقعد تونسي والجزائري يقعد الجزائري والمغربي ما تولدت في فرنسا تو في ثلاثيام جينيراسيون غير اه وي ولا ثلاثيام لا ثلاثيام يزو انكور ان بوان داتاش ان شاء الله مي بعتالي في الكاتريام راهو اش معناها هما وقت اللي يروحوا لتونس
احنا قبل نمشي اول حاجه نطلع على العمه وعلى الخاله والعم وكل انا ما توجور دي بوين داتاش هما تو كي يجيو دوزيام تروزيام جينيراسيون مازال عندهم شويه كوا كي رفوز يقول لك انا مانيش مروح لتونس باش نقعد ندور من دار لدار سي اون ايدي راه يفو ترافايي دسو راه باش تقول فدوا من خاطر كانوا صغار نهزوا فيهم من دار لدار وسلموا بوس يولوا يعيفوا كلاك يا باتي يقول يكبر يقول لك شنو انا جو ميد لارجون باش شي مندور من دار الدار يغاس كمام ثم برشا مازال عندهم دي زاتاش وثم ديار قديمه وحواش قديمه وكل مي سي لا كاتريام كي في كي مانكيت سي با كان مانكيت لا كاتريام اي لا سانكيام اي سرا اسيميلي كومبليتمون لا سوسيتي فرونسيز سي جو بارل دو لا فرانس اي اي سرا ا لانستار دي بورتوغي دي ايتاليان كي سون توجوردي دي فرونسي اي نو بورت كان نون بورتوغي او اسبانيول او ايتاليان اي با يورا دي بور فرونسي دو نون عرب de souche. Ben je fais celle qui n'est par exemple l'arabe fait France quand même nous sur photo ça va mais là facilement tu trouves des lignes ouais nous le magharba ou غيره mais celle qui n'est les houd mais celle 5000 fait France toujours donc partout à vérifier. Hein bon à vérifier en tout cas à qu'aller خليه هم في العالم مجمع 15 مليون 16 مليون لكن تلقاهم في الإعلام في حاجة أخرى موجودين وهم يعملوا ديسكريميناسيون بوزيتيف حتى السمر الأفارقة متاع أفريقيا يعني الاستوائية وغيره لأن واحدة أفارقة أفريقة بيضاء احنا نسميه موجودين لكن العرب مش موجودين مثل في العالم في فرنسا شيء غريب يعني رشيد العرب تذكروا رشيد العرب بعد هي نحاهم أنها وقت الجيغ دي جولف نحاهم معناها كينتم لحد الآن العربي والشمال الافريقي محل محاصره كمان رغم اللي عندنا كفاءات رهيبه في مجتمع كيما فرنسا في كل المستويات جو ريكوني ك قال اخر افيك مون اج انا جي فريكونتي ديرنيامون سي لا ك جو مسي ان بو ان تي بو انتريسي شويه للبوليتيك شويه يا اون جينيراسيون دو تونيزيان مثال كي نحكي على فرنسا برك راه عندنا ادمغه كبيره شيء غريب هما لابروف اللي يمشيو يقراو هنا ويكملوا المرحلة الأخيرة في فرنسا يسون سوفون مازال ما كملوش الشهادة نتاعهم يسون ريكروتي دي كونترا ساشون كو نورمالمون ليتيديون يكمل دراسته ويروح اون لور برومي لا كارت دو سيجور كيكتبوا لنا لا ناسيوناليتي عندنا أدمغة كبيرة اللي هي مولتها تونس ومشات به توا التونسي نلقاوه في التكنولوجي tout ce qui est technique ou tout ce qui est في الادم les ingénieurs انا حضرت مره في اجتماع ingénieur médecin aujourd'hui mais CNRS surtout que انا مره حضرت في اجتماع وقت سياسي وقت كنت مع جماعه بداو يقدموا j'étais avec un politicien ou le seul شعري اصلع وكل وقت اللي قدموا في روحهم قلت لهم بالله تعملوا مزيه الاولاد inutile de me dire ingénieur je sais que vous êtes هما ولاد وبنات vous êtes tous des ingénieurs on تشرف بكم غير قول لي فاش انت في التليكوم انت سيمانس انت في كذا انت في كذا الحمد لله انا دون لي ميديا سي فري كو يانا اون عرب لا توكي سور فرانس جو كرو كي ديفوز مي سي فري احتكروه باسكو سي تان موان بالنسبه ليهم راهو بورتور كبير لاقصى درجه هما شدوا الشوبيز شدوا الشانسون كي باش تشوف لي غرونون دو لا شانسون راهو كلهم كيك لي ميزون دو برودكسيون هما بيان سور سي تان موان قوي قوي ياسر واللي حب يطلع في هذاك ما نجمش يكسروه اي رغم الطاقات الكبيره اللي عندنا عندنا الطاقات توا الطاقات جون دانييل اللي هو دانييل بن سعيد اللي هو جيلي جيلي اصله جيلي يهودي من شلشال وقت يخدم في الكمين تاع دوغون بعد يخدم في الاعلام الى تي اوبليجي يطلع رجع الباترونيم تاعو جون دانييل جون دانييل لانه مره هو يقولها في لو تون كي ريست يتلفت له واحد يهودي في الاجتماع يقول له اش قولك في لي سو كي روني لا ميموار دو لوغ بير معناها كانوا يا اخي قال له راهو الراسيزم امبيون في فرنسا خلينا نرجع الباترونيم نتاعي فهمني جون دانييل هو دانييل بن سعيد من شلشال لان دي بلو غران جورناليست دو تو لي تان عمرو 27 معناها توا حي جون دانييل وحب تونس ياسر وصديق لتونس يعني أمي يعني تحسوا انه العرب ما عندناش ريالمون
حظوة في مجال الاعلام رغم اللي توا احنا نقعد مثلا احنا انا كاتب باللغه الفرنسويه نقعد مع صحفيين فرنسيين يقولوا يا اخي هذه فوت سانتاكس بها الجمله هذه نتاعك معموله هكا بالفرنسويه يعني التكوين احنا نتاعنا لا يقلوا معناها على تكوينهم هما لا والله عندنا معناها في المجال الكتابه والادب والصحافه والاعلام عندنا ناس هابده برابور لهم هما اسكو سي با ديو اوسي على سوسيتي بنفسها التونيزيان تو كي ناخذ انا في الشباب وكل معناها في تونس زاد ما خلوكش تطلع وقع الاحتكار راهو يفو دير لا فيريتي تو جو مسوفيان 66 ما زلت ليسيان وبوي حاولت مشيت للاذاعه كتبت الاذاعه نفكر بكذا محاوله اختبار معناها في الصوت وفي الكلمات وفي تلاقيت في اللجنه واللي كان يترأسها المرحوم الهادي جويني والروس الكبار بتاع الاذاعه تو عطاوني موعد ومشيت با تقعد استنى بعتلي يقول لك الصوت يلزم تهذيب وتو نكلموك ولا نشوفوك هو من قبل كان الطرحه معناها مستوليه على سواء الاعلام ولا الاغنيه ولا الروايه ولا غيرها في تونس ما خلوش الطاقات تطلع لو كان خلاوها من تو 30 40 سنه رانا جتنا معنا ناس اللي عندها افكار كبيره وكانت اصوات هل نشوف فيها طالعه تو لكن طالعه ب 30 و 40 سنه يا دو جينيراسيون دو بيردو دي باي حكي على فرنسا مش على تونس لكن هذه هم بنفسهم كانوا ينجموا يهاجروا كانوا ينجموا معناها وقت اللي تعطيهمك القوة كيف انت من البلاد لا علاش تقات البهية تهاجر لان ماذا بيا وانه اعلامي او كاتب او شاعر او استاذ يبقى في تونس ويخدم بلاده اذا كان شاءت الظروف باش يمشي لكن نحكيو على الناس اللي موجودين غاديكا معناها ريالمون تو نحي ناقي وش اسمه حنونه التونسي ذاك وكلكو زعما معناها كاين ثم اشكاليه كبيره الحق لهذا المستوى اشكاليه با حاجه سورنواز معناها نتاع La première génération, ça veut dire quand on parle de première génération, dimanche, la Tunis, c'est post-indépendance. M'chait illettré, aglabiet. T'achdem, métro, boulot, de droit. Mais vous voulez spécialiser, je ne sais pas. Non, mais je ne suis pas spécialisé. Non, non, non. Là où l'année, non. À part, je connais. Clermont-Ferrand, il nous fait Michelin. Il y avait, de toute façon, on pouvait. Le chedme m'ajoute, t'achdem, s'bah, mais je peux te dire que tu chedme à l'achier ou tel gars. معناها سيتي كانت مترو بلو دودو حتى الدوزيام مشيت بو لو بوت انا الاول مشيت نورمالمون باش نكمل حتى لي زيتود ولا بوتيت ميوزيك ولا بعتلي فالي شوازير اون ترافايي ولا اتيدي شديت الترافاي سكي في كو لو بوت دو ترافايي اوتوماتيكمون تبعد عليك ما عادش تولي انتلكتويل ولا اللي هو بور بيرسي تقول اون ديري كو اون ابيسي لي برا دوفون لا بويسونس جوستومون لا بويسونس نتاع اللوبي اليهودي في فرنسا وهي مش كان في فرنسا راه امريكا والمانيا ولا تحب انت لا بويسونس واحنا قعدنا كوم دي بروبي نشدوا الحيط الحيط Alors, nous, on est un petit peu responsables, bien sûr, première ou deuxième génération. Alors, je vais vous dire que si Cheikh Youssef, Youssef Cheikh, le narrateur, Adraoui, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire جالوسة ما عادش موجودة جالوسة دبلي جالوسة ان شاء الله يعرفوا المستمعين شنيا جالوسة عنده ربع يولد اخته يكلم الربع يجيب لك حليب الغولة اي حاجة قعد عنده ديزاتاش كبيرة شنو جالوسة ما قلت ايوا جالوسة نحكي له عن جالوسة انا عندي جالوسة بالحق دبلي طولت عنده جالوسة انا نلم حاجات تقليدية خاصة نتاع فلاحة الجالوسة هي يدرسوا بها القمح والشعير بعد ما يجمعوا وثم نوعين من الجالوسة ثم جالوسة في الشمال وجالوسة في الجنوب عادة تلقاها في جلبة ومناطق أخرى اللي هي بعد ما يدرسوه يحطوا القمح والشعير ويمشيوا عليها بذلك ويخرج ده القمح في جلبة ثم شعير إسانسيلما ما عندهمش قمح يخرج لو بون غران دو ليفري يخرج هذاك تسمى جالوسة في الشمال تلقاها مجعولة بالحجر الصوان نعرفها وتلقاها عندها أربعة جالي في الجنوب حديد كما المحراث كما السكه في الشمال تلقاها حجر سوان من لوطه ويقعدوا الاولاد الصغار فوقها وتلقى البغله ولا واحد تبدا تدور بهم وهي تدرس هذه تسمى الجالوسه جات من جلس يجلس اللي هي من اللغه العربيه عاد هو عنده ولد اخته يسميه الربعي فهمني هو اسمه اخر يخلق له كل شيء انا عشت مع اخوتي عندي اخوتي عايش في امريكا وقد ما يطول بهم المقام غادي قد ما في عمر معين يوليوا يرجعوا لتونس
أي. عندي واحد من اختي دار زكريا براتيكمون تولي 4 5 موا ولا يجي قبل يقعد سنوات ما يجيش اما تو في عمر معين فات ال 50 يعني ولا يجي لتونس بشكل سي راي كون سي ريفي ان سارتان تون سي ريفي يعني غوتور سورس او بلاد او بيي ريال معناها حتى للتفاصيل نتاع الحياه نتاع حتى بكري ولا انت عندك الهرس هذا مع جربه مع جربه وي ساش بابا او شيء حتى او شيء مع تونس تو انا تو جو في روتريتي نمشي ونجي معناها جو با ريستي لونتون ما نجيش لتونس مي بيان سور بعد اذا جيت لتونس لازم نمشي لجربه باش نكتشف وزيد نتعرف ومازال نتعلم ومازال نحكي مع اللي اكبر من شابا لان ما التاريخ والوحدين ما توفاش وساعه ساعه انا بدوري انا نفيد وقت اللي يجي ويحكي ولا حاجه نقول له لا راهو فصارت هكا وصارت هكا ونصلح هذاك التبادل المعلومات ويقعد الحنين كما قلت لك الاولاني لتونس بيان سور وبعد تالي الى جربه ولا نقلبها ما يسالش خاطر جربة كمم جربة دارت خاص قول جربة حاجة واحدة كان لي الدمال ريحة البلاد ولا ما سبحان راهو ماذا بيا باش نباشوك نقول استعرفت خاطر مثال عندي قلب ستيها حنين خاص أنا صورت لهم قلت لهم أنا قلبي يا بليزور زيتاجير كل إتاجير فيها حب البلاد من البلدان الأولانية مثال بول لا فامي دي زونفون وكله بعد تالي ثم إتاجير فيها تونس إتاجير فيها قابس إتاجير فيها جربة إلي بارتاجي أون بليزيور إتاج إتاجير وتحل دولاب تلقى فيه حب معين كلها فينالمون كلها دولاب تونس العظيمة الوقت يجري بينا سي يوسف يعطيك صحة أنت تتكلم وإحنا حاطين لك التابي نتاع ريحة البلاد يابا نتاع محمد الجاموسي أكيد نشكرك برشا على شاهد يوسف ديرني فيي ويلي تيت اون فوا هاديا مازال كيخلع في ليديشن ارابيسك وهي نقوش عربيه كيف مش غالي ب 15 دينار فوالا دونك موجود في المكتبات الكل اشريوها واقراوها يعطيك صح مرحبا بك وشكرا على شكرا لكم انتم على الاستقبال وسعيد وان شاء الله نرجع مره اخرى مرحبا بك كل مرحبا مرحبا خليكم مع محمد الجاموسي والحديث الباهي اللي كنت تسمعوا فيه على البلاد وهي الغنيه تحكي على ريحه البلاد كاب اف ام الكلمه ليك